أنا أحمد السيد، عندي 3 بنات، عملت شركة على اسم بناتي اللي هي شركة إيفاندي. ناخد الحديد والتنك منحجمهم نبعتهم لبرا بيتصنعوا بيرجعوا حديد جديد على لبنان أو على غير دول. بتتميز في شركة إيفاندي إنه نحن عملنا بيساعد البيئة لما بلم هالنفايات وبيعيد تدويرها. من سنة 91 أنا عم بعطل لوحدي وبشتغل لوحدي، أنا الشوفير، أنا العامل، أنا السكرتير، أنا كل شيء. كنت حاببها تكون لبناتي مش شركة بس بتضر مال، تكون شركة تحافظ على بيئة ومناخ ووطن لأولادي يعيشوا فيه ويكونوا بسلام. في ناس بس بتعمل مال ما بهم عشو عم تأذي. ناس قالوا لي إنه أنت ما لقيت شيء إلا أنك تعمل زبال، يعني أنا بعدها بتأثر فيه كلمة زبال. أنا بدي فرج الناس إنه أنا مش زبال. أنا باعتقادي إنه اللي بيكب الزبالة هو الزبال مش اللي بلمها وبيعيد تدويرها.